طفئنا. طيب ذكرنا كم نوع من انواع الطفايات؟ ثلاثة. ترى في طفايات اخرى لكن نذكر اشهر ثلاث طفايات، في طفايات الماء، في طفايات خاصة بغازات معينة ومعادن معينة، لكن نبي الثلاث اللي حنا قد نشاهدها في حياتنا اليومية. طيب كما أن عندنا ثلاث أنواع من الطفايات سنتكلم عن مثلث الاحتراق الآن يا شباب. أي حريق لابد أن يكون توفر فيه ثلاث أركان حتى يشتعل هذا الحريق، من اللي ممكن يذكر لي أركانه؟ الأكسجين. تحية للشيخ. يا سلام. رقم اثنين الهواء. الأكسجين هو. أحسنت. يشكل الأكسجين، أحسنت، يشكل الأكسجين في الهواء نسبة 21%. نعم. شرارة شيء نار. عنصر اشتعال. نار. اللي هو حرارة. الحرارة. رقم اثنين حرارة. تحية للعتيبي، ما نسيت اسمه. نواف. نواف العتيبي. ونعم. رقم ثلاثة ذكرنا الأكسجين والحرارة. المادة اللي تشتغل مادة الاحتراق. تحية له. اللي هي الوقود، اللي هي الوقود. تمام. طيب كم عندنا الآن؟ كم أركان؟ ثلاثة. أكسجين 21%، الحرارة، حرارة، مادة الاشتغال، وقود. وقود صح. تمام. حلو. عندنا ثلاث طرق لمكافحة الحرائق، عكسها ما المثلث كذا. أكسجين، وقود، حرارة. كل واحد منها تشيله هذا طريقة. مثلا احنا تشوفون دائما احنا نشوف انها توقد زي كذا صح؟ ونشوف يحطون اصابعهم هو بالسهولة خلاص؟ بكل بساطة. نعيدها ابو ناصر. نعيدها. لاحظوا يا شباب، لاحظوا يا شباب، البعض يشوفها نار يقول اوه تروع يا بنحاش. لا خلاص بس. ليش؟ الاكسجين. ليش يا شباب؟ اصلا هم الفتحة هذه، الفتحة هذه القريب منها ما هو بنار، الغاز توه ما بعد اشتعل. يعني في مساحة بسيطة هي ليست حرارة. لذلك تشوفون هذا اللي لو كان هذا محتر ما هو بهذا بذوب صح؟ صحيح. كان بذوب حرارة 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 كأنه سخنه. لا، الشرارة زين يبدأ الاشتعال بعد مسافة مليات من خروج الغاز عند الهواء هذا. ايه. انا وش سويت هنا؟ سكرت، حطيت، خنقته. عندنا ثلاث انواع لمكافحه الحرائق، اول شيء الخنق، ثم الخنق وش هو؟ قطعت عنه ايش؟ الاكسجين. تحيه له مره ثانيه. طيب ترى في حرق غندات يا احسن ناصر. وعندنا التجويع وش منعنا عنه؟ تنقص الوقود. الوقود. وخرت الوقود. نعم. وعندنا الحرارة وش عكسها؟ البرودة. التبريد. يلا خلونا نجرب، وش رايكم؟ لاحظوا الآن. يلا الآن بنشوف. خلونا نشوف هنا يا شباب. أنت بتكتب هنا. أحسنت. أنا الآن عندي وقود ولا ما عندي؟ وقود. سويت حرارة ولا ما سويت؟ زين، عندي وقود وحرارة وأكسجين. طيب يا سلام، عندي الآن زين أبى أخنق هذا مثلا. خنقت الأكسجين عنه ولا لا؟ طفت ولا ما طفت؟ زين. طيب هذا عندنا طريقة واحدة من الخنق، كل البيوت أغلبها فيها زي هذه صح ولا لا؟ طيب في حاجة ثانية، هذه طريقة الخنق. طيب في طريقة ثانية، مثلا لو قلنا كثير من البيوت فيها فوط صح ولا لا؟ اللي هي محارم، ترى اللي هو مثل هذه المنشفة. منشفة. زين. أحسنت. نبللها بإيش؟ بالماء. يا سلام عليك. ليش أبللها؟ عشان أثقلها. مثل ترى أنت لو تحط منشفة على فمك فيها ماء كمية الأكسجين أقل ولا لا اللي تدخل؟ لكن لو أنها ناشفة أكثر. طيب لاحظوا الآن كل البيوت تاخذ ربة البيت من الحنفية يبللها ومباشرة بس يحطها كذا. يا سلام. في جهد؟ لا خلصنا. هذه كلها وش هو؟ الخنق. طيب كله يبغى له تركيز شوي عشان ما. ممتاز. طيب يا شباب احنا خلصنا اللي هي قطعنا الاكسجين ولا ما قطعنا؟ قطعنا. طيب خلونا الان نشوف التجويع. التجويع. تجويع ايش؟ ركزوا يا الربع. ها تبعد مصدر النار ومصدر الوقود عنه. الوقود. ممتاز. طيب
احنا عندنا كل هذه. تخيلوا ان هذا اساس في بيت. يا سلام. تخيلوا ان هذا اساس في بيت. حلو. حلو. شاب الكنب الاول. حلو. بروح الحق على الثانيات قبل ما يشبه. ايوه. تخيلوا اللي جنبه وش بيسوي؟ اي مصدر قابل بيحترق. واللي جنبه الثاني بيحترق. بيحترق. لكن تخيلوا لو انا بعت الكنبات البعيده هذه الوقود، جوعته ولا ما جوعته؟ جوعته. بياكل نفسه. ياكل لين ينتهي. لين ينتهي. يا سلام. اذا جوعت الحريق يعني ابعدت عنه الوقود خلاص. جميل. الاولى وش هو؟ الخنق. قطعت عنه الاكسجين. الثانيه. الثانيه التجويع. التجويع. زين. التبريد. الثالثه التبريد. هذا وش هو؟ مويه. ماء. لاحظوا التبريد. ترى هذا بس يبرد، هم الحرارة. يا سلام. العكس. واضح؟ لاحظوا يا شباب، عندنا ثلاث طرق بنعيدها. نعيد مثلا اللي هو التقليل. التجويع. 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 هذا هو عندنا قريب منها. على طول إذا شب شيء أول حاجة ما معك أدوات للإطفاء تحاول توخر أقرب شيء منه عشان تحجزه بالحالة. بعدها اما الخنق. الخنق لو معي مثلا مثل هذه خلاص اخنقها. طفت ولا ما طفت؟ طفت. طبعا هذه المفروض تكون كبيره مثلا اذا هو مثلا طبق ولا اي حاجه ثانيه، او بالتبريد بالماء. كم الان نفذنا من طريقه لمكافحه الحرائق؟ ثلاث. الاولى وش هي؟ الخنق. الخنق اخنقه عن ايش؟ الأكسجين. عن الاكسجين. الثانية هو شيء التجويع. التجويع أبعد عنه أقرب شيء. الوقود اللي يتغذى عليه. رقم ثلاثة هو شيء التبريد. لماذا؟ لأن مثلث الاحتراق حرارة أكسجين وقود. تمام. طيب أحسنت. حنا عندنا الآن خذينا هذه الطرق الثلاثة اللي مهمة عندنا. طيب لاحظوا شباب الآن في الحالات اللي يولع مثل فيها هذا، هل اقدر استخدم هذه؟ الا اقدر؟ اذا واحد ولا واحد قال لا والله نار ذي ما كلم بيحط اصبعه مثلك. صحيح. زين هذه تقدر. المنشفه حطها عليها بس خلاص وسكره. سيطر على الوضع. يا سلام. واضح؟ بكل بساطه. نعيدها ثاني مره؟ نعيد. تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح. هذه منشفة رطبة. ما عليك الا تدخلها بالشكل هذا. سكرها. سكرها. تمام؟